ودعاء الله شرعا نوعان، أحدهما عام وهو اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، فالدعاء يطلق ويراد به العبادة كلها، ويسمى هذا دعاء العبادة، ويسمى هذا دعاء العبادة، وتكون كل عبادة من الدعاء، فالصلاة دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه ودفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة، ويسمى دعاء المسألة.